أقامت كلية المجتمع التقنية بتعز حفلا تكريميا لأوائل الطلاب وتوديع الخريجين للعام الدراسي المنصرم البالغ عددهم 442 خريجا وخريجة. وقالت عمادة الكلية إنها عملت على إعادة بناء الكلية من الصفر وتحديثها في كافة الجوانب بهدف إحداث نقلة نوعية في مناهج الكلية وبما يمكنها من تأهيل الطلاب بشكل أكثر احترافية لسوق العمل. وبارك عميد الكلية الدكتور عبد الغني الراوي لكافة رواد الكلية والأكاديميين فيها انتهاء هذا العام الدراسي بشكل استثنائي ومشرف للجميع، حاثا الطلاب الخريجين على بذل المزيد من التأهيل الذاتي ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل الذي يشهد تطورا مستمرا. تحتفي كلية المجتمع التقني تعز بتكريم الأوائل الطلبة وتوديع الخريجين. الخريجين لهذا العام الفائت كان تقريبا حوالي 342 خريج وخريجة في أربعة دوائر إدارية، دوائر أكاديمية، دائرة العلوم الطبية والدائرة الهندسية ودائرة العلوم الإدارية والمالية. طبعا التعليم التقني والفني مهم جدا في مسار التنمية والتنمية المستدامة بشكل خاص، وخاصة نحن في حرب وبعد الحرب نحتاج إلى تنمية، نحتاج إلى بناء، نحتاج إلى كوادر، نحتاج إلى فنيين لإعادة التأهيل في كثير من المرافق الصحية والخدمية والإدارية والهندسية وكثير من هذه المرافق.